الليبي. وفي المجال الفني احتضن مساء أمس أو مساء اليوم رواق أونفي تريوم حفلة تدشين معرض للفنون التشكيلية للفنانة اليابانية ميزو ساوانو بحضور وزير الخارجية والتعاون السيد محمد بن عيسى وسفير اليابان بالمغرب شيرومي ساتو. إلى جانب المغزى الثقافي لهذا الموعد الفني، المعرض يدخل أيضا في إطار تعزيز علاقات المغرب واليابان. الفنانة ميزو ساوان سبق لها وأن زارت المغرب في إطار فعاليات مهرجان أصيل الثقافي، ونالت الجدارية التي أنجزتها بالمدينة إعجاب الجمهور. كانت في البداية ترسم أزهار الكرز والزنابق، حيث كان الموضوعين المفضلين لديها فيما سبق. وعند زيارتها لموسم أصيل الثقافي ركزت اهتمامها على وصف مناظر أصيلة، وجاءت هذه اللوحات نتيجة حبها لهذه المدينة. تبدع بوضع خطوط عمودية وأفقية ومائلة، وتستعملها سوانو كمرشد لاكتشاف فضاء جديد ومظهر من مظاهر الحياة وقوتها، كما أنها تحاول أن تمزج في لوحاتها طبعا بلغة الألوان الراقية التي تستعملها بين الحياة والحب والسلام والجمال. في سنة 1998 زار السيد محمد بن عيسى أحد معارضي بالمتحف الوطني للنساء في الفن بواشنطن، ومنح لي أول فرصة لحضور الموسم الثقافي الدولي لأصيلة. ومنذ ذلك الوقت وأنا أحضر لهذا الموسم، كنت أرسم عن الطبيعة والحب، والآن تغيرت أعمالي وأصبحت لوحاتي تتحدث عن أصيلة وقوة طبيعتها وجمالها تحت الشمس والقمر.